السلام عليكم التلميذات وتلاميذ وأولياء الأمور. قبل ما نبدأ بالحديث في هذا الفيديو، إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة ما تنساش أنك تفعل زر الجرس ودير سبسكرايب ولايك للفيديو. إذا غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي كيشغل البال أولياء الأمور، خاصة اللي مرتبطين بمهن معينة، وكذلك اللي تيخافوا على التلاميذ ديالهم، وكذلك بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم تساؤلات حول التوقيت المدرسي الخاص بهذا الموسم الدراسي الجديد. إذا هذه المسألة ديال التوقيت المدرسي، إذا ما فيها حتى شي تغيير بتجربة ديال سنوات على أنه هذا الأمر تيبقى للمديريات، وأن كل المديريات التعليمية في ربوع المملكة كتدبر هذا الشأن بحسب الخصوصيات المجالية، يعني حسب المجال واش هو حضاري ولا قروي، وتراعيو كذلك المصلحة ديال التلميذات والتلاميذ. ومسألة ديال التوقيت المدرسي كذلك مرتبطة بالتوقيت الرسمي للمملكة، واللي يقدر أنه يعرف واحد زيادة ولا نقصان بساعة، كيف كنعرفوا دائما أنها إما كتنقص ساعة وإما كتزيد ساعة، وبالتالي ما غاديش يكون تغيير. إذا الدخول يكون في 8:30 صباحا والخروج في 12:00 والنصف من الدائرة، وحصة المساء تبتدئ على الساعة 2:30، وعلى أساس أن يكون الخروج وآخر حصة تنتهي على الساعة 6:30. إذا لا يوجد أي تغيير حاليا في التوقيت، وإذا كان هناك من مستجدات فإننا سننشرها في القناة، ففعلوا زر الجرس ولا تنسوا طرح أسئلتكم واستفساراتكم أسفل الفيديو، ونلقاكم في فيديو آخر بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.